أكيد كلكم سمعتوا عن كوب 28، بس تعرفون أن أنتوا بعد تقدرون تشاركون فيه؟ الحدث مو بس لرؤساء الدول والحكومات وصناع القرار وكبار رجال الأعمال، أنتوا بعد تقدرون تشاركون في كوب 28 وتتعلمون كيف تصنعون فرق في بيئتكم المحلية. بوجودكم في المنطقة الخضراء بتلاقون ترفيه ومعرفة وأنشطة تفاعلية، وتشاركون بشكل فاعل في حل القضايا البيئية المهمة من خلال حضوركم معارض فنية من بلدان مختلفة حول العالم، عروض أفلام، أنشطة تعليمية، وأكثر من 300 جلسة حوارية وورشة عمل. أنتوا وأصدقائكم وعوائلكم وحتى أطفالكم بيلاقون وايد أنشطة مخصصة لهم. المنطقة الخضراء مفتوحة للزوار اعتباراً من 3 ديسمبر، الحضور يومياً من 10 الصباح ل6 المساء، وبعض الفعاليات بتمتد ل10 مساء. زيارة المنطقة الخضراء في كوب 28 فرصة حقيقية لكل شخص متواجد في الدولة إنه يساهم ولو حتى بمجرد حضوره في إنه يرسم مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.